بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السول فلاون لميليسات لكاهنات إلينات، نرحب بكم في فيديو جديد إن شاء الله. راح يكون فيديو روتينات كما تحبوا عند طلباتكم، وحيكون فيه طريقة يعني شرح مفصل تاع طريقة عمل الشاي الأخضر، لأنه كاين بزاف اللي عاودوا طلبوه، يعني قالوا لي زيدي فهمينا فيه، لأنه لا فيديو الأولى كانت شوية طويلة وفيه مفاجأة نحمدو بها ديريكتومون القناة في الفيديو. عفوا، هنا كما راكو تشوفوا كاهنة راهي مهبلتني ماما، ديري لي لا كاميرا، انا حبيت نولي يوتيوبرز، حبيت نهضر، حبيت يكون عندي دي زامي. على بالكم لي فاكونس، يعني ضقت الخاطر ما خرجوش هذا العام معايا، راني حجبتهم معايا، حطيت لها الكاميرا وخليتها هضرت. واش نقول لكم، مسكينه في الاخر لقيتها يعني لا فيديو طويله، واكيد عاد تضحكوا كي تسمعوها. حطيت لكم برك هكذا مقطع ما على بالهاش، يعني على كل حال قلت لها ما تجوزش هذا الفيديو، وراح نخليكم تسمعوا جوست شويه من واش كانت تهضر في الفيديو تاعها. لا غالب كاينه نشوف فيها روحي انا كي كنت صغيره، عندها يعني تقريبا نفس الشخصية، تحب تكون يعني إنسانة مميزة. راهي يعني دارت فيديو طويلة، شوفوا شحال نزرب فيها، وتتخيل أنه عندها شي، تتخيل يعني تحب يكون عندها دي زامي تبعوها في قناة، تحب تكون عندها قناة. وصورت خليتها، حطيت لها الكاميرا وخليتها، وسمعوا معايا. Ça c'est de ma soeur, mais c'est quand elle était petite, voilà. Voilà. Regardez. Eh bien, il y a français, arabe, il y a beaucoup de choses, voilà. Cette trousse, elle est vraiment belle. Voilà. Ça, bref. C'est un porte-clé. Et j'ai aussi une clé. Voilà. Attendez. Et j'ai une mallette, voilà, une mallette rose. Je vais vous montrer un de mes livres. Je l'adore, en français. Voilà. Regardez. Je l'adore. Il y a un tableau de multiplication. Les lettres, tout. Bref. Mais sinon, il y a une valeur. C'est un dictionnaire. Voilà. Un grand dictionnaire, comment écrire pour, voilà. Donc, plus voilà pour. Voilà, comme celle-là. Cette œuvre d'art. Je n'ai pas terminé cette œuvre d'art. Voilà. Mais elle est trop belle. Voilà. Voilà. Regardez, vraiment, c'est coloré. C'est coloré, c'est beau. J'adore de la peinture, voilà. La peinture 2. J'ai aussi des beaux couleurs, regarde, voilà. J'ai comme ça. J'ai un arc-en-ciel avec des fleurs, voilà. J'ai un dinosaure, voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, de faire des pouces bleus, voilà. Laissez un like si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine, Karina. Félicitations, ma fille. انا قلت لها ماشي راح نحط لو مورسو، قلت لها ما نحطش لا فيديو لانها طويله، ومن بعدها غاضتني، قلت جي ابريجي نقص فيها وندير عليها، وصافي تيت اون سوربريز بوغ ال. نقول لها كاينه، ربي يحفظك بنتي، ونقول لكم نتوما روحوا لها غير بالعقل في لي كومونتير، باسكو صدقوني راهي تقرا كامل لي كومونتير. هاد لي مات تقول لي ماما راني نحب نقرا لي كومونتير، وغير على الحال كي تسمع كي تقرا هذوك لي كومونتير التعليقات السلبيه، غير على الحال عليا وتتعب، حتى وين نفهمها نقولها نورمال يفو اكسبتي، كاين تعليقات ايجابيه وتعليقات سلبيه. اليوم فيما يخصها هي راحوا لها غير بالعقل. ان توكا كاهنا اللي تبعوا القناه ملي كان يعني من البدايه، ملي كانت صغيره كانت تحب تشارك معايا.
الوصفة وصفة لاتاي. لاتاي الشاي الأخضر اللي بزاف من الناس اللي ما يعرفوش يديروه، يعني يقول لك يجينا مخلط كل خطرة كيفاش يجينا. ودرته لكم في بداية القناة، وبزاف على بالي حنقرا التعليقات اللي تبعوا الطريقة ونجحوا فيه، ويعني وعادوا يخدموه تخبيا. اولا لازم تعرفوا كما راكم تشوفوا الشاي الاخضر لازم يكون اون بون كاليتي. شوفوا انا هذا النوع من هذا الشاي نشريه من عند محل توابل يعني اللي تعرفوه كامل، اللي هو مغارة علي بابا كما نقولها انا. عنده شاي من اروع ما يكون، يبيعو بالميزان على كل حال، ما يجيش في لابوات. راه نديرو زوج مغرفات ونص في الصفايه، ونحط في الكسرونه 3 كيسان ونص تاع الماء يغليو. الوغ نقص منهم غير شويه، نحطهم على هذاك لاتاي ونشللهم بالماء بارد باش تنحالي المرورية تاع لاتاي، يعني لاميرتوم هذيك تنحى كي تزيدو الماء بارد فوقها. ونهبط هذاك لاتاي كما راكم تشوفوها وليت بدا يغلي. هذا يعني الخطره الاولى، كما قلت لكم درنا 3 فيغ اي دمي دو، يعني الكيسان كيلو بالكاس اللي حبيتو، كاس كبير شوب اللي حبيتو. المهم انا كيلت بكاس عادي انفغو. بعد ما غرفتو في الرفد لاتاي تاعنا الغليه الاولى، نجيب البراد تاعي تاع لاتاي اللي حنسربي فيه، ونهبط عليه هذاك لاتاي اللي غلى. هذا لاتاي الاول يكون شويه ثقيل، يعني الشاي باش يجي بنين يكون مخلط بين الشاي ثقيل وشاي خفيف. لهذا نهبطه ونعاود نرجع واش يخرج لي في هذيك الصفايه، ونخلي هذاك لاتاي اللي بقى لي في الكسرونه. كما راكم تشوفوا دركا حنخفف الشاي تاعي، لانه الاول كما قلت لكم كان ثقيل، ودركا حنخفه. جوي الجي لو تي تاعنا، لهذا استعليه زوج كيسان تاع الماء دو ميزور دو بنفس الكيله اللي كنا في الاول عليك. ونعاود نحطه فوق النار يزيد يعاود يرفد الغليه، راح يغلي حوالي دقيقه ولا زوج دقائق با بلوس، يعني حيجينا لاتاي خفيف على الاول. بالكيله اللي كيلت بها الماء نعمرها نصها سكر، هاوليك اون دومي ميزور دو سكر، يعني اي كيله كيلتو بها ما تحوسوش تفهموا حطوا النص تاعها سكر. من بعد نجيب كما راكم تشوفوا ان بوكي الشباب تاع النعناع. الشاي الاخضر يحب النعناع، اذا كان نعناع خضر يعني يكون خير وخير، واذا ما عندكمش الله غاب ديروا ليا بس. ودركا بعد ما غلى هذاك الشاي تاني فرغتو على الشاي الاول، ودركا نحكم هذاك الكاس اللي فيه السكر ونبدا نهبط عليه الشاي ونعاود نقلبه، نهبط عليه الشاي ونعاود نقلبه حتى يعني هذاك السكر يدوب تماما في الشاي تاعنا وفي لاتاي تاعنا، حتى يصفى الكاس تاعنا، حتى يولي الكاس تاعنا ما فيه حتى فتاتة السكر. هاد العمليه حتستغرق لي حوالي يعني بالك نقول لكم واحد 10 خطرات وانا نفرغ هكذا ونعاود نرجع. الشاي راهو يتخلط مليح، السكر راهو يذوب مليح. من بعد نهبط عليه هذاك البوكي تاع النعناع، وبهذه الطريقه هاوليك لو تي تاعنا راهو واجد. صدقوني البنات اذا تبعتوا الطريقه بنفس يعني الخطوات اللي فهمتها لكم، راني يعني عاود شرحتها لكم مليح بالتفصيل، صدقوني عمركم ما حتحشموا بالشيء اللي تقدموه، يجي هايل ويجي كما يقولوا على الكيف. وانا اليوم حبيت نشرب لاتاي انا وبنياتي في لاتيغاس كما راكم تشوفوا. انا عندي قلت لكم نحب نقعد في لاتيغاس مع العشيه، لكن للاسف صبت الشتيوه راكم تشوفوا، جا نوراج تبدل كومبليتوم الحال، وراكم تشوفوا الشتيوه كيفاش طاحت. على كل حال يعني كتر خير بي، عاود دخلت سنيوه وخلاص قلنا نشربوها في الدار. يعني هذا الشاي كان مع العشيه مع مر قهوه العصر، وكما يقول لك كل حاجه بالمكتوب. وشوفوا الشاي تاعنا كيفاش يجي البنات، سيلفو بلاي سيلفو بلاي اللي عملوا الطريقه تاع الشاي هذه هي نفسها اللي درتها لكم من قبل في القناه، في بدايه القناه على بالي كاين بزاف اللي داروها ونجحوا فيها. ماذا بكم تحطوا لنا تعليقاتكم، يعني شهاده باش الناس يزيدوا يتشجعوا بها. ودركا البنات عندي حنجوز لحاجه اخرى. بون هنا دخلت الحوايج اللي كانوا منشورين كما شفتوا، قلت لكم صافي جورني ولا صافي دو جور ملي رحنا البحر. هنا برك على حسب تدبيره، برك كي تدخلوا الحوايج تاع البحر بغم بيان سور كي تجوا من البحر راح تغسلوا حوايج البحر، ما تعاودوش تخبوهم في الخزانه، يعني تبقوهم توجور الحوايج تاعكم تاع البحر تبقوهم وخبوهم ديريكتومون في الكابه تاعكم تاع البحر. هذه يعني تدبيره جو سي با اسكو يعني تفيدكم ولا، انا نستعملها باش
كي نحبوا نروحوا البحر ما نقعدوش نحوسوا على حوايجنا، لهذا نحطوا لي سيرفيات تاعنا، نحطوا كملوا باش نسحقوا في البحر، يبقاو برك كيما نقولوا لي مايو حطوهم من الفوق هكذا، ما نقعدوش ندوروا اغوش يا دروات. هاي ليك الكابه تاع البحر راهي واجده، يعني حوايجها كي تغسلوا يتخباو ديريكتومون، ما تنساوش ديريكتومون تحطوا واقي الشمس. انا ما نخافوا يعني لازم هو يكون دائما في الكعبة، وهاي اللي كعبة البحر نحطها دو كوتي كي نحبو نروحو البحر نرفدوها. هذا مكان مازال لي سؤال طرحته لي شحال من خطرة يعني شفتكم تقولوا لي اسكو السيدة المرضعة تاكل دلة وتاكل بطيخ، يعني هذا يعني دخلت في الروتينات ولقيت هذا السؤال ليندا اسكو ما تخافيش كي تاكلي دلة وما تاكليش بطيخ بما انك ترضعي رضاعة طبيعية. انا حقيقة هذا السؤال يعني فريمون خلعني، لانه عمري ما سمعت بهذا الشيء، من بكري ناكل دلع وبطيخ، وحتى الناس اللي راح تسقسيتهم قالوا لي عمرنا ما سمعنا بها ناكل الدلع البطيخ الفاكهه كامل. لازم تعرفوا انه الخضر والفواكه هي اللي تدير لكم الحليب. يعني كاين انترنت تقدروا تتاكدوا. في الاخير نتمنى ان شاء الله ان تكون الفيديو تاع اليوم عجبتكم، وشجعوا لي كاهنه لانها ناكد ونعاود حتى قرا التعليقات. نقول لكم تهلاو في روحتكم الى عدد اخر ان شاء الله. سلام سلام.